بنسبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. في النهاردة نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، هتكون مثيرة للرمال والأتربة. في كمان فرص ضعيفة الأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، هتكون رعدية أحياناً على مناطق من الصحراء الغربية. كمان في أمطار خفيفة رعدية على حلايب وشلاتين. وخلونا طبعاً نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن يعني في النهاردة أتربة، رياح، أمطار على فترات متقطعة. إحنا بس الأول عايزين نعرف حالة الجو إيه، وهل الأمطار هتكون شديدة ولا هتكون خفيفة؟ هو طبعا احنا بدايه من اليوم هنبدا نلاحظ تغير في الحاله الجويه عن الايام الماضيه. تبدا كتل هوائيه صحراويه تاثر علينا، فهيكون في ارتفاع في درجات الحراره، نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه، وسقوط امطار متفاوته الشده. اليوم العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 35 درجه مئويه، فبالتالي هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا السواحل الشماليه. شديده الحراره في المناطق الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. فترات الليل ايضا هنحس ان درجات الحراره بدات ترتفع، لان الصغرى فتره الليل هتكون 25. اوكي. طيب الرياح المثيره للاتربه يا دكتوره منار هتكون زي الكام يوم اللي فاتوا ولا هتكون اقل شويه؟ لا، هو النهارده ان شاء الله نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه هيكون في اقصى الغرب، لان المنخفض الجوي تاثيره اكثر في الصحراء الغربيه اليوم، فهيكون في نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه على غرب البلاد وقوات السلوم سيوه، وممكن يؤدي لانخفاض وتدهور رؤيه افقيه في الصحراء الغربيه. مع غدا ان شاء الله المنخفض الجوي يبدا يتقدم للمناطق الداخليه، فيبدا ياثر غدا الخميس، هتكون ذروه الحاله الجويه. يبدا ياثر باتربه ورمال مصاره في اغلب المحافظات الشماليه، سرعات رياح تتجاوز ال 45 كيلو متر على الساعه، فهيبقى في ايضا انخفاض وتدهور رؤيه افقيه في معظم المحافظات الشماليه، وخاصه على الطرق الصحراويه والطرق السريعه والاماكن المكشوفه. ان شاء الله تكون الشده اقل من اللي حصلت المره اللي فاتت، لكن المره دي ايضا الشده قويه في بعض المحافظات، لان كمان هيكون غدا الخميس في سحب رعديه موجوده في بعض المحافظات. السحب الرعديه بيكون معاها رياح هابطه وهبات للرياح السريعه، ممكن تزود سرعات الرياح فتؤدي لمزيد من تدهور الرؤيه الافقيه، واللي ممكن معاها توصل لحد العاصفه، لكن اقل من اللي حصلت الاسبوع الماضي. النهارده ان شاء الله الاجواء يعني لسه ما مش هيحصل فيها حاجات كثيره، لان الاتربه والرمال المصاره موجوده في غرب البلاد، مش هنحس بيها بالشكل الكبير على اغلب المحافظات الموجوده في الجمهوريه. النهارده كمان متوقع يكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه، هتمتد فتره المساء لمحافظات الوجه البحري وهتصل للقاهره الكبرى اليوم امطار خفيفه، وهتكون رعديه على بعض الاماكن من وسط الصعيد، بعض الاماكن اللي موجوده في حلايب وشلاتين، وبعض الاماكن كمان من الصحراء الغربيه، لكن في مجملها مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ناكد ان غدا هي ذروه التقلبات الجويه، ارتفاع منخفض في الحراره وعظمى على القاهره الكبرى توصل ل 39 درجه مئويه، نشاط رياح المثير للرمال والاتربه في اغلب المحافظات الشماليه وخاصه الاماكن اللي هي الصحراوي بشكل كبير، سرعات الرياح هتكون عاليه، بالاضافه طبعا لفرص الامطار اللي هتكون متفاوته الشده معانا غدا ان شاء الله. فمهم جدا ننصح كل الساده المشاهدين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، مع سرعات الرياح العاليه نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاناناس المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه. مهم كمان مع انخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق، لان انخفاض الرؤيه ممكن توصل ل 1000 متر، يعني هيبقى في تدهور كبير على الطرق الصحراويه. يعني فمهم جدا تكون القياده بهدوء تام. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه بقدر الامكان، لو احنا نقدر ناجل مشاورنا غدا الخميس ناجلها، لان الاتربه والرمال المصاره هتبقى موجوده بالشكل الكبير. ومهم كمان ان احنا نتابع التحديثات اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه بشكل يومي، لان وارد يحصل تغير في سرعات الرياح فالحاله تزيد او تقل. مهم جدا النهارده كمان نتابع التحديثات اللي احنا بنصدرها مع منتصف اليوم.
طبعا يا دكتور، نصائح مهمة جدا. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، أيضا نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 35-25، الإسكندرية 30-24، العلمين الجديدة 29-24، مطروح 24-20، ودمياط 29-23، بورسعيد 27-22، والإسماعيلية 36-23. نروح للسويس، العظمى هناك 34 والصغرى 25، أما في العريش فالعظمى 28 والصغرى 22، كاترين 28-16 وطوبة 32-22، حلايب 32-28، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 36-26. في الفيوم العظمى 38 والصغرى 27، وفي بني سويف هتكون 39 هي درجة الحرارة العظمى والصغرى 27، وادي الجديد 43 والصغرى 30، أما في أسيوط 41-29، سوهاج 42-28، وقنا 43-29، الأقصر 43-28، وأسوان 44-31 هي الصغرى. دي كانت النشرة الجوية المفصلة. هنرجع دلوقتي مرة تانية لعبد الصمد ومنا ونتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. عودة ليكوا تاني يا عبد الصمد ومنا. بنشكرك يا هلا يعني على السرد ده، وربنا يسلم من الموجة الحارة دي، وطبعا الشكر موصول لدكتورة منار غانم. شكرا. شكرا.